مستمرين معكم متابعينا متابعي اليوم السابع، ومع الدكتورة منال زكي مستشارة برنامج وعي بوزارة التضامن. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتي محافظة سوهاج. الله يخليك. يعني حابين تكلمينا عن البرنامج وإيه الدور اللي بتقوم بيه وزارة التضامن لهذا البرنامج؟ البرنامج بتاع وعي. أيوة. برنامج وعي. وعي هو وعي التنمية المجتمعية، حتى من اسمه باين يعني وعي. احنا رفع الوعي للأسر طبعا مهم جدا جدا، لان زي ما بنقول دايما الفقر مش بس فلوس، والفقر كمان سلوكيات وصحة وتعليم. عشان كده كان برنامج وعي، علشان زي ما بندي دعم مادي كمان عايزين السلوكيات تتغير. زي ما في حياة كريمة هنغير البنية التحتية والبيوت وتبقى كرة جميلة ومتطورة، يبقى لازم كمان سلوكيات الأسر كمان تتطور علشان تواكب التطوير اللي هيحصل في الكرة حياة كريمة. ايه اهم السلوكيات اللي بيستهدفها البرنامج؟ هو البرنامج بيستهدف 12 قضية، يمكن القضايا كلها مهمة جدا وكلها فعلا موجودة في المجتمعات بتاعتنا، زي ما صحة الأم والطفل، عايزين كل أم تتابع الحمل بتاعها وإنها تاخد بالها من تطعيمات أطفالها وإنها ترضعه طبيعي وتغذي تغذية سليمة. عايزين كل أم تعمل مبعدة بين الطفل والتاني، عشان كده اتنين كفاية. تنظيم الأسرة ده من القضايا المهمة جدا. عندنا الاكتشاف المبكر للإعاقة، نقدر نخلي الإعاقة طاقة، ده علشان كل أم تكتشف لو في إعاقة وطفلها تكتشفها بدري علشان تقدر تأهله إن هو يندمج في المجتمع. عايزين التربية الإيجابية علشان تربي بأمانة من غير إهانة، كل أم تربي أولادها على أسلوب إيجابي، مش عايزين عنف، مش عايزين ألفاظ خارجة نبذة، عشان الطفل يتربى فعلا في جو كويس. عندنا جوازها قبل 18 بيضيع حياتها، لان طبعا جواز الاطفال ده اللي هي قبل 18 سنه دي طفله، ودي يمكن المشاكل اللي موجوده في المجتمع بتاعنا. هل البرنامج ليه مده زمنيه ولا مستمر؟ لا، دي مبادره مستمره على طول. ده برنامج توعوي لوزاره التضامن. كنا بادئين باسر تكافل وكرامه، لكن دلوقتي بقى في كل الاسر، ويمكن بادئين في كره حياه كريمه ان شاء الله باذن الله. المرحله الاولى احنا كنا في المرحله اللي فاتت 440 قرية، المرة دي 1400 قرية إن شاء الله بإذن الله. وبرده كمان مع الأماكن بديلة العشوائيات علشان نقدر زي ما حد. اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وبث مباشر جديد، وبثنا من داخل قصر ثقافه سوهاج. النهارده ختام فعاليات برنامج سفراء الوعي بين وزاره التضامن ومؤسسه القضاء. يسعدني ويسعدكم ان يكون معي احد المسؤولين عن هذا البرنامج. نتعرف على حضرتك. دكتور احمد الشريف، رئيس مجلس امناء مؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه، والمشرف على برنامج سفراء الوعي على مستوى الجمهوريه. اهلا بحضرتك. يعني حابين في الاول تدينا فكره يعني ايه سفراء الوعي؟ الحقيقه سفراء الوعي هو جاء تلبيه لنداء السيد رئيس الجمهوريه بالعمل على ان تكون قضيه الوعي هي قضيه وطن، وان يكون الهم الاول للقائمين على الدوله، سواء عن مؤسسات الدوله الحكوميه او مؤسسات المجتمع المدني، ان تعمل في مجال رفع وتنميه الوعي لدى ابناء الشعب المصري، حيث ان هذه القضيه هي القضيه الاهم في هذا التوقيت، خصوصا بعد أن قامت الدولة المصرية منذ سنوات بإعادة بناء الدولة المصرية وإعادة ترسيخ قواعد وتثبيت أركان الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى هذا اليوم. وقد نادى السيد الرئيس بأن تكون قضية الوعي هي القضية الأهم في تلك الفترة. وقامت السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالاستجابة إلى هذا النداء من خلال عدة فعاليات أو عدة مبادرات وعدة برامج، منها برنامج وعي الذي أطلق في وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج سفراء الوعي. سفراء الوعي الحقيقة هو برنامج طموح، برنامج يعمل على نشر الوعي المجتمعي، من حق تحقيق الهدف الرئيسي ليه هو تحقيق الوعي المجتمعي لدى أبناء الشعب المصري من خلال تأهيل وتدريب العديد من أبناء الشعب المصري ليكونوا هم سفراء للوعي في كافة المحافظات والمراكز والقرى والنجوع. يبقى إحنا لو قدرنا نوصل بهؤلاء السفراء
الى مرحله الوعي للفرد، هننتقل منه من وعي الفرد الى وعي الاسره، ومن وعي الاسره يتحقق الوعي لدى المجتمع. الحقيقه في برضو عشان من ضمن اهداف برنامج سفراء الوعي، اولا هو العمل على تحقيق رسائل الوعي التي اطلقتها معالي وزيره التضامن الدكتوره نيفين القباج في برنامج وعي، وتحت شعار مصر بالوعي مصر بتتطور للافضل. الحاجة الثانية، احنا كان لنا الشرف ان معالي وزير التضامن ضمتنا الى مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة للعمل في محور الوعي. الفئة المستهدفة في العمرية المستهدفة لسفراء الوعي. الحقيقة احنا بنشتغل على مرحلتين، المرحلة الأولى بنشتغل من واحد